أبدت السلطات الصحية في إقليم موزال شرقي فرنسا قلقها بعد تحوله إلى بؤرة لتفشي السلالتين الجنوب إفريقية والبرازيلية المتحورتين من فيروس كورونا، وفي الوقت الذي لا يستبعد فيه السكان فرض الإغلاق العام مجددا، ترى إدارة المنطقة أنه يجب التحرك بسرعة لتفادي الأسوأ. وبحسب السلطات الصحية فقد تم اكتشاف 300 حالة إصابة بالفيروس المتحور في الإقليم، وتشير التقديرات إلى أن ما نسبته 25% من حالات الإصابة بكورونا في فرنسا اليوم أصيبوا بالسلالة البريطانية من الفيروس. للمزيد ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. بعد التحية لك خالد، إذا حدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الخبر المتعلق بإقليم موزال في فرنسا بعد تحوله لبؤرة لتفشي السلالتين القادمتين من جنوب إفريقيا والبرازيل، ما الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن؟ تحياتي زميلي العزيز شادي ليك ولكل السادة المشاهدين. كما توقع المجلس العلمي للسلطات الصحية في فرنسا، بدأت بشائر الفيروس المتحور شادي كانت منذ شهر تقريبا 4%، ثم تواصلت الارتفاع لتصبح نسبة الإصابة بالفيروسات المتحورة 14%، الآن تتجه الأعداد إلى 25% من نسبة الإصابة بالفيروسات المتحورة. الفيروس المتحور البرازيلي والجنوب أفريقي هو الذي يتحكم الآن وموجود بمنطقة موزال شمال شرق فرنسا. هذه المنطقة كانت شادي من المناطق الحمراء التي يكون فيها أكثر من 200 لكل 100,000 مصاب بالفيروس، وصلت المرحلة أو الأعداد من 383 ل 515 في هذه المنطقة، مما جعل أوليفي فيران وزير الصحة الفرنسي يزور هذه المنطقة. السلطات الصحية في منطقة لاموزال وطالبت الحكومة الفرنسية بإغلاق المدارس وفرض حظر صحي على هذه المنطقة، إلا أن الحكومة الفرنسية قالت أن الأمر تحت السيطرة. زادت فقط من إجراءات الاحترازية غلق 7 مدارس وعشرات من الفصول، لكن ما زالت الدراسة في هذه المنطقة مستمرة، وما زالت الإجراءات التي دفعت بها الحكومة الفرنسية بالقيام بعمل كثير من تحليلات لمياه الصرف الصحي لمعرفة وتحديد الأماكن التي يتواجد فيها هذا الفيروس المتحور الجديد. الجديد بالأمر شادي بأنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد سبب وجود هذا الفيروس المتحور سواء الجنوب أفريقيا أو البرازيل من قبل السلطات الصحية المحلية ومن قبل السلطات الصحية في فرنسا بصفة عامة. ناقوس الخطر يدق في شمال شرق فرنسا، والخوف والتخوف شادي أن ينتقل هذا الوباء من هذه المنطقة إلى المناطق الأخرى على سائر التراب الفرنسي. أشكرك شكرا جزيلا خالد شقير، كنت معنا مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا.